الوقفة متاع الغضب مش مفهومة جدا، لأنه باعتبار أنه من أول ما قابل السيد رئيس الجمهورية الوزيرة الجديدة تحدث معها عن هذا الملف وقال لابد من تسوية ملف المعلمين النواب. أكيد صباح الورد لكم الكل. احنا بالحق المفروض انه اليوم النقابه نتاعنا والجامعه العامه تكون فما جلسات تفاوض، وجلسات تفاوض جديه خاطر نعرفوا الماراثون اللي صار فينا عم ناول. يوم الغضب هذا بالنسبه لينا احنا 24 ابريل اللي هو بعد غدوه، حبينا نعرفوا وضعيتنا وين، على خاطر بالحق مؤخرا معناها في اخر تحرك وانت واكبته خويا حاتم 18 جون في كي مشينا للرئاسه وحكينا مع المستشار، قال لنا ماشي في بالنا اللي ملف المعلمين النواب تم تسويت المعلمين النواب الكل قعدوا كالأساتذة هنا يقولنا لا، وقتها رجعت رجعت المشاكل هذه. واليوم زملائنا المعلمين الحيرة اللي قاعدة تنتاب الزملاء الكل، علاش الجامعة العامة للتعليم الثانوي فما جلسات وقعدات وتشاور وإلى غيرها مع السيدة الوزيرة، والمعلمين النواب ثم فما حتشي؟ هذا اللي دعانا إلا نتحركوا ونمشي ونحبوا نشوفوا وضعيتنا وين هي. فما جلسة إن شاء الله معناتها في آخر الأسبوع على حسب ما سمعنا مع جماعة التعليم الأساسي، قلنا نتحركوا ونحطوا ملفنا على الطاولة. واليوم يلزم تفاوض جدي مدامه هذا قرار رئاسي، تفاوض جدي وعودة المفاوضات وعودة الجلسات من أجل القضاء على سياسة تشغيل الهش، خاطر نعاود نذكر خاطر المعاناة هذه طوالت برشا أكثر من 15 سنة، معناها يمكن حتى حد ما يصدقها يقول لك معلم نايب لحد الوضعية هذه، وتقولوا لي فما ناس يقول لك أكم تخلصوا تويكا في مليون ومتين، احنا بعد شهر ونص ما عادش باش نخلص باش نشد الدار وما نخدموش وصغارنا والملاك يدق عليك الدار. إذا الحل الوحيد مش في العقود الهشة، الحل الوحيد هو امتداد جميع المعلمين النواب والقطع النهائي مع سياسة تشغيل الهش. يزي ما استغلونا، يزي ما تعبونا، هذا قرار رئاسي يلزم اليوم.